الرئيس السيسي يصل إلى الكويت في زيارة يعقد خلالها مباحثات قمة مع أمير البلاد. العليا للانتخابات التونسية تعلن القائمة النهائية لمرشح انتخابات الرئاسة. قتيل ومصابون في حادث طعن في ليون، والشرطة الفرنسية تعتقل المنفذ. الثامنة مساء السادسة بتوقيت غرينتش، موجز لأهم وآخر الأخبار يأتيكم من القاهرة. أهلا ومرحبا بكم. وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الكويت في زيارة رسمية كان في استقبال الرئيس السيسي لدى وصوله أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد، حيث أجريت مراسم استقبال رسمية لسيادته. من جانبه صرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسمراضي بأن الرئيس السيسي سيعقد خلال الزيارة مباحثات قمة مع أمير الكويت. أعلنت الهيئة العليا للانتخابات في تونس أسماء 26 مرشحا قبلت ملفاتهم لخوض السباق إلى الانتخابات الرئاسية والمقرر عقدها منتصف الشهر المقبل. وأكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بوفون في مؤتمر صحفي أن الحملات الانتخابية في الداخل ستبدأ يوم الاثنين المقبل. نقلت وسائل أعلام سودانية تصريحات لقيادات في قوى إعلان الحرية والتغيير ترجح احتمال تأجيل إعلان تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة عبد الله حمدوك إلى يوم الثلاثاء المقبل، وذلك للمزيد من المشاورات حول أسماء الوزراء الجدد الذين تقدمت بترشيحاتهم قوى إعلان الحرية والتغيير بحسب الاتفاق السوداني لإدارة المرحلة الانتقالية. قتل شخص فيما أصيب 6 آخرون في حادث طعن نفذه مجهول في مدينة ليون الفرنسية، إذ اعتقلت الشرطة الفرنسية منفذ الهجوم فيما لم تشر الشرطة إلى دوافع الحادث وما إن كان إرهابيا أو جنائيا. S'il n'en est rien, ce soir les autorités confirment qu'il n'y a pas de deuxième suspect recherché à l'heure où je vous parle. Et en tout cas, eh bien, vous l'avez dit, les motivations terroristes pour l'instant, eh bien, elles ne sont pas retenues. En tout cas, derrière moi, eh bien, les témoins sont toujours en train d'être entendus par les policiers. Et vous l'imaginez, eh bien, les experts psychiatriques vont devoir... أجرت الولايات المتحدة اختبارا للنظام الدفاع المضاد للصواريخ المعروف باسم ثاد. قال المتحدث باسم وكالة الدفاع الصاروخية الأمريكية مارك فرايت إن الصاروخ ثاد اعترض بنجاح هدفا تم إطلاقه من طائرة مقاتلة خلال اختبار تم إجراؤه في موقع ريغان بجزر مارشال. لمزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإخباري extranews.tv. شكرا جزيلا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.